السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة حتى تعطونا آراءكم بالمواضيع اللي احنا راح نطرحها على الشاشة أو بالمواضيع اللي أنتوا تريدون تحكون بها. مشاهدينا الكرام، نبدي ملفاتنا، وأول ملف ويانا هو ملف التعليم ومشاكل هذا الملف اللي مدى تنتهي ولادة تصغر، لا بالعكس يوم بعد يوم تكبر أكثر وأكثر، خصوصا ويا فساد المشاريع اللي متعلقة بالتعليم وبالوزارة وبالمدارس والبنية التحتية الخاصة بالتعليم بالعراق. ونبدي من محافظة النجف وتحديدا ناحية الحرية، لقينا مدرسة ابتدائية مهددة بالسقوط رغم أنه هاي المدرسة ترممت وانبنى لها ملحق قبل 5 سنوات بس، والطامة الكبرى أنه الترميم وبناء الملحق لهاي المدرسة اللي راح نطلعها بعد شوية كلف 1.5 مليار دينار بحسب الناشط اللي نشر هذا المقطع، واللي بين لكم حجم التصدعات اللي موجود بداخل هاي البناية المدرسية. خلونا نشوف. نحن الآن أمام مدرسة جنة المعلى الابتدائية، بها صباح ومساء مئات الطلاب من أبناء ناحية الحرية يدامون صباح ومساء. قبل 5 سنوات انبنى ملحق، هذا الملحق مالتها، شوفوا هذا الملحق طابقين، اسمها مدرسة جنة المعلى الابتدائية، شوفوا 1.5 مليار تكلفة الملحق فقط قبل 5 سنوات. شوفوا آيلة للسقوط، آيلة للسقوط، راح توقع. تدري احنا من نصور برا ما يصير تدخل دارة حكومية، المشاهد أسوأ. هاي للسيد مدير التربية النجف في محافظة النجف، المشهد جوه أسوأ وخطر على حياة الطلاب، كونوا على ثقة، عندي مقاطع وصور إلها، ناس أو طلاب دزونيا. شوفوا منتهية تريد توقع، خطرة على الطلاب يا أخواني. وثانيا مو بس الخطورة، 1.5 مليار هم من يجون لجان تربية نزاهة ويكشفون هاي المدرسة، 1.5 مليار هاي بعد 5 سنوات انتهت. هاي معظم الأبنية بالعراق محافظة النجف بالأقضية والنواحي، ما تطول إلى 2 3 سنين همنا كحسيب رقيب نزاهة تربية غيره، محافظة تجي لجان برلمانية مسؤولين حكوميين يقولون يا المسؤول يا المقاول هذا من صرفت عليها 1.2 مليار وينها؟ شوف راح توقع الطلاب. ناشط الحسناوي بنفسه طلع مقطع عن مدارس انبنت بالستينات وبالخمسينات، بال2023 صارت ذيك المدارس مهددة بالسقوط. انت تخيل هاي المدرسة مبنية بال2018 بال2023 هذا حالها، تباوع عليها تقول مضروبة صاروخ، واللي مبنية بالخمسينات حالها أفضل. السؤال، صارفين عليها 1.5 مليار، 1.5 مليار شنو؟ 1.5 مليار رسالة واتساب؟ لو 1.5 مليار كذب؟ هذا مو بناء، هذا تلزيق. ماكو حايط ب5 سنوات يصير حاله بهذا الحال. لا، هو يصير حاله بهذا الحال بحاله واحده بس، انه هو ما حاط اسمنت. هو انا دا اشوفه اكو طابوق، والطابوق شكله مو جديد، همينه حاط له طابوق قديم وما حاط اسمنت وما حاط تسليح وما حاط رمل وما حاط كل شيء، بانيها بطين. اي يصير حالها بهذا الحال. نبقى بالنجف ونطلع من هالمكان ونروح الى قضاء المشخاب. ناشط هناك يوثق لنا الحال المزري الى وحده من مدارس القضاء الابتدائيه، ورا ما فشلوا المدرسه، ورا ما فلشوا المدرسه عفوا، بحجه شنو؟ انهم راح يعمروها ويبنوا لهم مدرسه جديده. انتهى الحال بهاي المدرسة انه تتحول من بناية مدرسية طبيعية بناء عام الى مدرسة من التشينكو او الصفيح. وتساءل الناشط، وين دا تروح المليارات اللي دا تجي للعراق من ايرادات النفط، وحال مدرسة بالعراق بسنة 2023 هذا الحال؟ هذا السياج مال المدرسة، مدرسة الكربانات، هذا بابه سنة 23
بلد يصدر يوميا 5 مليون برميل نفط. هذا سيادي اراكم مشروع. نحن في سنة 23 ميلادية، هاي مدرسة النبوق الابتدائية في قضاء المشخاب منطقة الشفلاوية. في سنة 23 العالم وصلت للمريخ وصنعت وطورت انفسها، لكن احنا نرجع على الوراء، وخاصة المكون الشيعي في المناطق الوسط والجنوب. هاي المدارس، تعال يا اخوي، هاي اجلكم الله حمامات مدرسة طالبات بنات. عيب عيب حاطين شيكوه، حاطين شيكوات على مود باب مال حمامات. تدرون شو يسوون اخواتي الطالبات هنا ولو هن صغار؟ توقف قدامهن استاذتهن المعلمه وتحط لهن العباءه على مود طبه للحمامات. والله عيب وفشله في سنه 23. وين هسه احنا ناشد؟ راح اناشد علماء الدين. باكر اقبى تطلعوا لنا موظفين جدد بالمدارس. يابا شنو شغلتك؟ انا حارس مال حمامات. يعني شنو تحرس حمامات؟ منو تطب الطالبه انا افتح له لحاف او شرشف او بدنا نلعب محيبس احنا؟ والله قولوا لي يعني طاب يطب حمام لو يلعب محيبس يبيت البات. حتى المحيبس يجيبوا له شرشف مال اوادم ما يعطوا له تشينكو. حتى لعبه المحيبس يسووها بخيمه مال اوادم مو يجي حالها. ويصرفون عليها همينه. واتصور صارت هسه بطوله وكاس وهدايا واكو اعتراف رسمي بها. بينما مدارس العراق المعلمه تفتح العباءه مالتها لانه الطالبه تريد الطب الى حمام. والله عيب. بالله اريد اسال البرلمانيات، لان دايح على مدرسه مال بنات هنا، تقبل برلمانيه من البرلمانيات اللي راتبها ما اعرف ايش قد، رواتب انفلاقيه، الطب الى حمام بابا تشينكو؟ وإذا ضرب الهواء طار الباب. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك محمد الأيسى يقول: 1.5 مليار أبني بهم مدرستين على طراز الحديث تحتوي على مختبرات علمية ومكتبات وغرف للنشاط الرياضي والفني. الميالي جاسم هو هذا الفساد بالنجف الأشرف. والله مع كل الأسف هيك يصير بالنجف. وأبو محمد الكناني: من يجون لجان ويكشفون خالي كلهم مستفادين ماخذين مالاتهم لي قدام قبل لا يطلعون ويكشفون. والأستاذ محمد الحسناوي يقول: أكو مدارس مبنية من السبعينات والثمانينات ولا زالت جيدة، مع العلم قبل لا رموا المختبر ولا سمنت مقاوم ولا فحوصات مختبرية ولا تقنيات حديثة بالبناء. لكن يا أخي الأستاذ محمد الحسناوي كانت أكو مخافة الله، كان المقاول لما يبني يبني صح. والدليل اكو هواية من العمران اللي موجود حاليا بالعراق هو قديم. اكو هواية مدرسة المستنصرية بناء قديم. تقدر تقول لي اللي بنى المدرسة المستنصرية عند الإمكانية الفنية والعلمية اللي موجودة بال 2023 عند العالم هسه، أو عند المواد سريعة الجفاف وغيرها؟ لكن بنى المدرسة المستنصرية، اللي بنى الملوية، اللي بنى المأذنة الحدباء، على الرغم أنه العراق خسرها للمأذنة الحدباء وهي أقدم مأذنة بالعالم. لأن مباني بنت في أزمان ما كانوا أكو بها مهندسين أصلاً، بس أكو معمرجية، أكو معمرجي يروح يشتغل، بس اشتغل برب وقلب. هسه أكو مهندسين، وهذا حال المدارس بالعراق. أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد الكريم، حال التعليم أصبح لا يخفى على الكل أنه في انحدار دائم. نعم. وكما تكلمت عن التقنيات والإمكانيات التي كانت في السابق، كانت إمكانيات متواضعة. نعم. لكن كان هناك الضمير، وكانت هناك الرقابة، وكان هناك القانون الذي يحاسب. الذي يضاف على الفساد في بنايات وزارة التربية أن هناك أمرا أصبح معلوما ومفهوما من قبل التلاميذ ومن قبل أهالي التلاميذ، أن وزارة التربية مدعومة من حكومتها المركزية أصبحت تستخف بحياة التلاميذ، وإلا كيف لتلميذ أن يتواجد في صفه في صف آيل للسقوط، وممكن أن يتعرض للأذى لأي لحظة.
الذي أصبح محتادا عند بناء المدارس والمؤسسات التربوية أن الغش يمر مرور الكرام بدون عقاب. فمثلا في محافظتنا الأنبار أعرف مدرسة قريبة من بيتي تم بناؤها وبعد الاحتراضات تم رفع التقرير بأن هذه المدرسة لا تتطابق مع المواصفات الهندسية فتم هدمها وبناؤها من جديد. أين المقاول؟ لقد مر ولم يعاقب. فهذا الذي جرى المقاولين وجعلهم يغشون بأن التربية تريد تدمير التعليم بدعم من الحكومة الفاسدة الميليشياوية. وشكرا لكم. شكرا 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 لك أبو سمية. نطلع ونروح إلى قضية مهمة وهي معاناة المواطنين بالدوائر الحكومية، وهم حكينا على هذا الملف هواية بس ماكو واحد يسمع أو يفكر أو يعقل. ومن كربلاء نروح ونشوف حال دائرة الرعاية الاجتماعية اللي صور لنا إياها واحد من إعلامي المحافظة وطلع بالفيديو تناثر السكراب والأنقاض من داخل أروقة وممرات الدائرة. هذا يترافق ويا إهمال كبير إلى المراجع على الرغم أنه الدائرة تأخذ رسوم من المراجع حتى يراجع هاي الدائرة، علما أنه أغلب من يراجع دائرة الرعاية الاجتماعية هم يا أما كبار سن أو ذو احتياجات خاصة أو مرضى. خلونا نشوف. هسه بعد تشوفون تلبالكم أني بسوق هرج لو محل مال عتيق. بالحقيقة أنا مو بهن اثنيناتهم، لا بسوق هرج ولا محل العتيق. شوفوا مبردات وميوزة مكسرة، بس ركزوا على القطعة، والقطعة هم راح أطلع لكم إياها. هاي القطعة فوق يعني معالي الوزير اللي هو محسوب على طار المعالي الوزير السيد أحمد الأسدي، سيادة المعالي الوزير أو السيد الوزير أو السيد النائب سابقا. جيت الكربلة شفت هاي الدائرة، دائرة الضمان الاجتماعي، راح أشوفون صور عجيبة ومأساوية. باسكلات مكسرة، شبابيك مكسرة، تنمر من الموظفين على المراجعين، دائرة تايهة. خاف واحد يقول كذي، بوسا قدرتكم ايش راح تسوون؟ راح ما تروحوا تحاسبون، راح تحاسبون الموظف البسيط، لا حاسبوا الوزير نفسه او المسؤولين الموجودين. الجهة الثانية الجهات الرقابية شنو شغلكم؟ ما تجون تشوفون. بس عوفوا السكراب، هاي سوق هرج، سوق هرج اللي موجود بكربلاء عوفوا، روحوا طبوا جوا. موظفين يلعبون اتاري، يلعبون لعبات والله. طبعا هي هاي واحدة من حالات التسيب اللي حاسب عليها القانون، أن موظف يترك الخدمة الوظيفية أثناء ساعات الوظيفة وينشغل بأشياء أخرى. هاي رقم واحد. بس بالنسبة إلى القطعة، القطعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومكتوب دائرة الرع ألج وبس. اليا درجة دائرة محترمة نفسها أنه اسمها على القطعة ما مهتمة به. أنت تخيل دولة أو مؤسسة بدولة محترمة نفسها إلى هذا القدر من الاحترام. والله يعلم العلم العراقي اللي رفرف فوق البناية مشكشك، هو همينة حال القطعة لو ماكو أصلا. هذا حال دائرة الرعاية الاجتماعية كربلاء. عبالكم بس هنا؟ لا، نطلع وننزل للجنوب إلى عروس الخليج العربي. هنا عندنا دائرة رعاية اجتماعية ثانية بس بالبصرة. مواطن يرصد لنا بكاميرا تليفون الجوال حال المراجعين والفوضى بداخل هاي الدائرة، ويطالب المسؤول أن يتب الاطلاع على حال المواطن وهم واقفين بسراوات طويلة بمكان ضيق حتى يكملون معاملاتهم، علما أنه هاي الدائرة اسمها دائرة رعاية اجتماعية بس بالاسم، لأنه اللي راح تشوفوه هو دائرة تعذيب نفسي مو رعاية. عمو ماكو إنسان شريف يفزع لهاي العالم، الله أكبر.
السيد محافظ البصرة المحترم، نواب البصرة، السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية. يعني معقولة عم هاي الناس أضعاف 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 موجودة بباب الرعاية كاتلها الشمس؟ شوف هذا المكان ما يليق بالمواطن، هذا مكان صغير، هذا عبارة عن بيت، هاي الله وكيلك ديوانيات لا أكبر من هذا هاي القاعة، وثانية بين شباكين ما الحاسبة بين شباكين ما قاعد يلحقون، الله وكيلك الناس بايتة هنا، الناس مستعرة بباب الرعاية. عمو ماكو واحد يفزع لهنا الناس الفخرة؟ هسا عقوبة هاي الناس؟ والله ما أدري يعني شنو هاي، مسجونين بالتسفيرات ما أدري. شوف شوف الزخم، شوف الزخم، يعني معقولة عمو ماكو واحد يوصل هذا الصوت؟ خلي الصوت يوصل للسيد المحافظ، السادة نواب البصرة، زوروا هذا المكان، اطلعوا على معاناة المواطنين. أنا بس أريد واحد يفهمني الموضوع اللي دا أشوفه هنا. أدري مواجهة بسجن، أكو باب وبس، حياطين مصبوغة ما أعرف شنو اللون اللي صابغي أو شنو الطريقة اللي صابغين، السقف بس قلوبات، حتى بورق مضاربي، زي عرفت مواجهة بسجن، حتى السجن المفروض حالة أفضل من هذا الحال. رقم اثنين، أنه أنت تحكي على دائرة رعاية اجتماعية، يعني يطبلها المعوق وكبير بالعمر وعنده احتياج خاص، ويطبلها اللي ما عنده عمل، فالكبير بالعمر لازم يرتاح ويقعد لما يقدر يوقف على رجليه، وذوي الاحتياجات الخاصة من إخواننا المعوقين، أعتذر إذا قلت معوقين، اللي عنده مشكلة في قدم أو في إيد أو في أي جزء من أجزاء جسمه، هذا همنا لازم يقعد ويرتاح، لأنه هو أنت جاي هنا حتى ترعاه، زين هو يطب بنص هذول يظل واقف؟ أرد أسأل هذا السؤال، رجال عمره بالسبعين يظل واقف بنصهم؟ ما شاء الله. بالله أرد أسأل همنا السياسيين اللي موجودين، أعوف الكبار مالتهم، الصغار بالعمر، أي واحد، محمد الحلبوسي هذا الدقدق مال البرلمان، قل لي تقبل تروح إلى دائرة وتظل واقف ساعة وساعتين وثلاثة حالك حال الإخوان بهالدائرة هاي؟ لو راح تقلبها للدنيا أنت والحمايات مالتك، ولو راح تأمرهم للحمايات مالتك يخلقوا لك كرسي من جوا القاع. ناس لما شافت هاي الفيديوهات، يعني قبل ما أطلع التعليقات نشوف بعض فيديوهات، بس خلونا على التعليقات بعدين نطلع لكم الفيديوهات الثانية. الناس علقت على هذا الموضوع وقالت، نعم الحسين يقول سفل قذرين همهم سرقة أموال البلد، بحال المواطن ما يشتروا الفلس. مع الأسف هو هذا الواقع. صدام أبو أمير، ليس دائرة بالطولة، أين الأموال التي صرفت؟ مع الأسف الشديد منظر غير لائق. وأبو جعفر العبودي يقول عاشت إيدك، أتمنى الكل تصور مخلفات الوزارات، طبعا مو بس العمل، بعض الوزارات الأخرى نفس الشيء. وأيضا بسام الخفاجي يقول كل الدوائر والمؤسسات الدولة في البصرة وخاصة المحاكم مثل كاتب العدل وأمثاله لا يحترمون المواطن ويتعمدون على إدلال المواطن بالصياح والغلط. أخواني الأعزاء، أريد أقول لكم شغلة واحدة بالنسبة إلى الموظف، ما من حق أي موظف أن يهين أي مواطن، وما من حق أي موظف أن يتعامل بأسلوب غير لائق ويا أي مواطن، أو أن ينظر إلى المواطن بطبقة عليا أنه شنو هذا وشنو آني، لأنه الموظف موجود بهذا المكان لخدمة المواطن فقط. فأنت تخيل نفسك يا أخوي العزيز اللي قاعد وراء الكرسي بأي دائرة من دوائر العراق، أنه أنت لخدمة العراقي، مو هو جاي إلى ملك صرف للي خلفك. رائد من الفلوجة حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ العزيز؟ هلا بيك يا الغالي. الله يسلمك يا أخي. هاي المداري ما إلها يعني مولى، إلها مولى إلها ماكو. نعم. هاي المداري ماكو، يطولها للمغاول، هذا المغاول حطلع عليها 20 مليون 30 مليون، والباقة خذها وحطها مدية. ماكو يعني ماكو رغابة عندهم، رغابة ماكو. نعم. اي يا اخي ما، وتعليم ماكو، تعليم ماكو، تعليم ماكو مع الاسف. التعليم هذا اللي
يا هاي السنين كلها أطفالنا هيش يعني تروح للمدرسة ترجع ماكو تعليم. نعم. إيه تعليم ماكو، وأنا أشكرك على هذا برنامجك الحلو. الله يسلمك أخوي يا رائد، لا شكر على واجب. أم ياسمين من البصرة. أحكي وياك، بارك الله بيكم ماما. وبارك بعمرك يوم. هلا بيك مدام. تفضل يوم. انقطع الاتصال ويا أم ياسمين، إذا بيها مجال ترجعين مرة أخرى ونسمع شنو اللي ردت تقولي. مشاهدينا الكرام، ملفنا الثالث نروح به إلى حال الموظف اللي طلع من عندهم هواية بتظاهرات، واللي بأكثر من محافظة طلعوا بتظاهرات، بصرة، صلاح الدين، التأميم، ذي قار، بابل، أغلب المحافظات العراقية، وطالبوا أن يتم تعديل سلم الرواتب وأن يتم رفع رواتبهم اللي صارت ما تكفيهم نهائياً، أنه تسد رمق العيش على أقل تقدير بسبب الارتفاع الكبير اللي صاير بالأسعار نتيجة شنو؟ ارتفاع سعر صرف الدولار بقرار سياسي خاطئ من حكومات الاحتلال. نبدأ هاي التظاهرات بتظاهرة من البصرة جمعوا بها الموظفين قدام ديوان محافظة البصرة للمطالبة برفع سلم الرواتب، لأنه لا الراتب جاي يكفي ولا الأسعار دا تنزل والغلب العراق صاير مو طبيعي. من البصرة هاي الموظفين قدامكم. بسيطة، واني خلينا نقول واضحين، هذه المظاهرات كخطوة أولى ورسالة بسيطة نوصل رسالتنا، لكن الخطوات القادمة سوف تكون خطوات تصعيدية، وهي أما قطع الشوارع بالأقضية والنواحي وأما الإبرار العام لكل الدوائر والمديريات. هذه رسالتنا جدا واضحة خلاف تنفيذ مطالبنا. يا أخوان، الكل مرابط رهن الإشارة مع اللجان التنسيقية في بغداد. هاي بالبصرة. عندنا تجمع إلى عدد من الموظفين صار بعاصمتنا الحبيبة بغداد. جوي ذول الموظفين من أكثر من محافظة إلى العاصمة، تجمعوا بتظاهرة يطالبون بها أن يتم تعديل سلم الرواتب وأن تنظر الحكومة بالاعتبار لارتفاع الأسعار ولطبقة الموظفين وخصوصا أصحاب الأجور القليلة أو المعدمة، ذول شلون راح يقدرون يكملون حياتهم؟ خلونا نشوف. مدينة بغداد مع هاي النخبة الطيبة الموظفين من كافة الوزارات المسحوقة اللي رواتبها تعبانة، اللي رواتبها ما تكفي قوت يومها. هاي الموظفين أغلب الحاضرين من الرواتب المتدنية بمختلف الوزارات والدوائر غير مرتبطة بوزارة، يعني الراتب يستلمه نص الشهر ما يكفي، جاي نطالب بتعديل سلم الرواتب والمصادق على التوصيات الخاصة باللجنة المشكلة من قبل الأمانة العامة حسب الكتاب رقم 590/28/2022. التوصيات حاليا يم مجلس الوزراء. هاي التظاهرة بالعاصمة الحبيبة بغداد. أما ميسان طالبوا الموظفين بها أن يتم تعديل سلم الرواتب وأن يكون الراتب اللي راح يتم الاتفاق عليه راتب يضمن العيش الكريم على أقل تقدير للمواطن العراقي وهو حق، وهددوا الموظفين بالتصعيد بالأيام الجاية إذا ما تم تعديل قانون سلم الرواتب. أولى ورسالة بسيطة، واني خلينا نقول واضحين، هذه المظاهرات كخطوة أولى ورسالة بسيطة نوصل رسالتنا، لكن الخطوات القادمة سوف تكون خطوات تصعيدية، وهي أما قطع الشوارع بالأقضية والنواحي وأما الإبرار العام لكل الدوائر والمديريات. هذه رسالتنا جدا واضحة خلاف تنفيذ مطالبنا. يا أخوان، الكل مرابط رهن الإشارة مع اللجان التنسيقية في بغداد. أما موظفي محافظة صلاح الدين، موظفي محافظة صلاح الدين ببيان لهم طالبوا أن يتم تعديل سلم الرواتب الحالي واللي اعتبروه ظلم وإجحاف بحق المواطن العراقي في ظل التضخم، في ظل الغلاء المعيشي وظل ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، إضافة إلى فقدان الخدمات الأساسية للمواطن اللي ما جاء يشعر بأمان، لا هو موظف ولا هو كاسب ولا هو أي شيء بهذا البلد. لا يخفى عليكم وأنكم على علم ودراية أن سلم الرواتب الحالي سيء الصيت والقائم منذ عام 2008 في
فيه ظلم وإجحاف كبيران بحق الموظف العراقي والذي أثقل كاهله في ظل الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، هذا فضلا عن التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في السوق المحلية، الأمر الذي أدى إلى عدم التناسب والتوازي مع متطلبات العائلة العراقية. أضف إلى ذلك فقدان الخدمات الضرورية الصحية منها والتعليمية وكذلك البنى التحتية. لذلك اليوم أنتم أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية وشرعية لإنصاف الموظف العراقي من خلال العمل الجاد والحقيقي على تعديل سلم الرواتب الحالي والتصويت على توصيات لجنة تعديل سلم الرواتب الجديد بالسرعة الممكنة بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة والعيش الكريم للمواطن العراقي ويقضي على الطبقية بين أبناء البلد الواحد. كما ندعو إخواننا الموظفون إلى تخفيف الجهود المطالبة بل عمل على سلم الرواتب الجديد. هذا الفيديو والبيان اللي قرأه الموظفين في محافظة صلاح الدين. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من فيسبوك أحسان الخفاجي يقول: نطالب بتفعيل سلم الرواتب لكي تطبق العدالة والمساواة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية المظلومة، أمانة برقابكم. أبو محمد الدراجي يقول: ما يستحون بس تصريحات، وكتابنا وكتابكم الشبعان ما يدري بالجوعان. ومحمد جابر يقول: العدل يتطلب إقراره، وخلال ذلك يتعمدون سلب حقوقنا الدستورية والإنسانية. وجاسم الجبوري يقول: تعديل سلم الرواتب مطلب جماهيري بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. فكانت هاي التعليقات كلها من قبل الناس حول هذا الموضوع اللي هو موضوع تعديل سلم الرواتب. أم ياسمية من البصرة رجعت لنا، حياك الله. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله، هلا وبيك. يوم أنا الآن من المتقاعدين، 35 سنة خدمة. نعم. كنت بالصحة. نعم. يعني احترقت بنيتي بلعبها مال أحزاب. نعم. أرقوها شو تطور. نعم. كنت معاهم طبي ياسمين كنت قصة أنا دراما والله، واشتركوا بيها مجموعة. عندنا جيعان ببل خطي بالأسد مع من أسد، سويت الأوراق، جيب الأوراق باقوهم، باقوا حتى الطابو باقوا الأوراق لحد الآن من 2003 لحد الآن ما أكو تعويض على النقم على هذا، وين أسندة إنك تروح من ناكل على أبو فلوس، وهاي كل ما يجي مسؤول يجي محافظ يجي هذا كل شيء معكم جيب اللي بحيث أبوي كاتبينه دين دين إيش يعني تصور محورين أنا بهي قضية فدعم لأبوي. إحنا من الناس الأصلاء ترى، نحب بلدنا نحب بلدنا وأهلي كلهم شخصيات أطباء والله مهندسين والله. أنا لو تشوفني هال 35 عيوني ما تشوفني أروح للطبيب عندك الصحة والعافية الصحة استعجل يرجع لي بعدين شي يسوي لي بس العدسة 25 طبيب العيون يعني هو مساعدني عندك ما ياخذ فحص 25 والله تعني هسه تشوفني قاعدة إيجار بيت ما عندي بس أبكي أفطر على شوربة والله ما أحد يدري بس الله فوق لا افتح جاري ولا ادري شنو هذا ولا هذا مع ان يجي بصمه على الطيبين كلها انا خير خير اكو واحد ما وصلت حتى المسعودين كلهم انا يعني هذا القاضي وائل عبد اللطيف هاي هناك سادس بيت سيد حمد بيت هذا بيت البطاط انا تتساليني انا يعني انا الوزير قال لي بحاجه لخدمات الدبلوماسيه بنت احترقت ماتت يا سمين راحت بلعبه من جيراني من جماعه هذول رفحه جماعة المالك أتمنى أشوف المالكي أتمنى وأشوفهم متونسين ويكتبون ما ظنيت حلقة تكمل لكنها فرجة اتبعوا ما عرفوا يا أبوها ويا هذا وراها أخوانها أنا شغلتهم الشركة قطية غرقة وبالشركة بالتنومة شركة ما أدري تركية مدري شنو يلقون مجاري جزاهم أبوه وغرقوا اثنيناتهم وراها بثنتين قطية أخوانها ياسمي عبد الكريم منصوري يعني هسه أنا بحكي اسمع قرآن اسمعها بس أبكي داري حياتي يعني بعد ما عندي ثقة بكل واحد كل واحد ثقة ثقة ما عندي الرحمة ضاعت ماكو مجتمعنا العدالة الأهلية ضاعت لأن شبعانين ما يدرون يعني أنا أفقر وحدة بعائلتي ما حد يدري والله أنا بنحكي لك والله
والله الناس تبكي علي بمنطقتي، الناس اللي لي بصمه بيها تبكي ماكو لا بيت لا هذا لا هذا، انت قاعد يعطي ايجار قاعد المريض انا واصله والله رحمي انا واصلهم والله بس تخالف من السويد وعده بتختم استراحتي اجي خطيه هنا بالخور وكلهم مسؤولين يعني انا راح اواصلهم ما شفت واحد من اهلي يعني حتى مجتمعنا الاهلي اما غيروه الرحمه ضاعت انا قلت العراق تدمر والله والله لشنو اقول لك يعني اتمنى انا رجعت بمنطقتي بالطويس اشوف هاي اللي سوت اللعبه والقى وبنيتي معاهم صدقي يا سليم والله 18 سنة حورية تكتب شعر وتكتب آه أنا دائما أتصل بيكم وحشي ما حد يدري لأن هذا لغز الداخلي شوفها مشتغلي في الأمم المتحدة الهلال الأحمر الصهيوني الأحمر الشرقة وعوائل بتشول بالبر احنا زلنا نعم نعم أنا اشتغلت وياهم والله طوني شهادة مع الهلال الأحمر الصهيوني الأحمر نعم الله الله يخفف عنك مصابك واعتذر منك أم ياسمين شكرا جزيلا لك بس أعتذر أكو متصلين آخرين أبو بان من ميسان حياك الله مرحبا ابو بان السلام عليكم عليكم السلام ورحمه نعم. الله السلام عليكم استاذ عليكم السلام والرحمه اخويا والله استاذ انا معاهم طبي من ميسان خريجي معاهد نعم اي او مسكنين من عند القرار من 2008 والله انا 51 سنه وعندي الف عله عندي تناخر عظام عندي وان ذوي الحجاج الخاصه نعم اي والله ومسالي يعني راتب ما يكفي والله اقتصاد ديون سلف ومرض علاجات يعني ليش طبقات عاليه رواتب عاليه طبقات فقيره لوزاره الصحه البلديات انا زوجت بالبلديات اما راتبها ما يتعدل 400,000 500 وخدمه 28 سنه خذت شهاده الوقف الاعداديه ما شادينها احنا التسكين بالمحل درجه رابع والله يعني الكبار مثل وزاره النفط بس موظفين النفط يعني النفط بس لاهل النفط واهل الوزارات الكبار والبقيه الناس مالها يعني لا متقاعد لا موظف حتى لو نطلع تقاعد هم انا حقوقني مسكنين يعني لا في سنين متدني 500,000 اي والله استاذ نعم يعني الناس تعبت يعني من دلينا بس بالكلام واني واني وانفذ وتجي حكومه وتجي حكومه بعد ثالثه ورابعه وما في التنفيذ الناس ملت وضع تعبان ناس كلها الفقر القهر المرض ايه والله انا هم وضع بصحه ونعرف الوضع العام كلها وضع متردية نعم الى اسوء والله ننتظر من الله منكم ومشكورين على برنامجكم شكرا 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 لك ابو بان ونتمنى انه واحد من المسؤولين يسمعك ويجيب تساؤلاتك كلها شكرا لك ابو بان نروح الى انجازات الحكومات الفاسده اللي صارت مادة للسخرية من المواطن العراقي على هاي المشاريع أو المنجزات الفاشلة. عندنا مواطن من قضاء المشخاب بمحافظة النجف يبين لكم حجم الفساد اللي صار بإكساء واحد من الطرق الرئيسة بالقضاء ويبين أنه هذا العمل أو هذا المشروع أنجز قبل 10 أيام بس تفرجوا فضل. وكان معدوم صحيح بسم الله الرحمن الرحيم شوف الكيكة يا الله شوف 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 بسم الله آه سبحان الله شوف 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 شنو هذا بالعمل شوف 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 صلى على محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد هذا صار لك كذا صار عشر أيام هذا شغل الشيعة هذا شغل الدجل والكلاوان شوف شوف هذا سجلوا الهدر في المال العام قال لي هذا طلب ما ادري شنو هاي كلاواتكم انظل وراكم شوف ليش هذا كله زبد قسم بالله كله زبد هذا تفضل هذا تبييض هذا تبييض بينكم ما بين الله ومحمد وعلي هذا تبييض وين حصل فيه 10 أيام بس هذا عمر الشارع وبالعاصمة العراقية الحبيبة عاصمة الرشيد العاصمة اللي كانت تحكم من المشرق إلى المغرب العاصمة اللي كانت وجهة إلى العالم بأكثر من حقبة من الزمن نروح إلى منطقة النهروان جنوب بغداد مواطن يوضح لكم عملية إكساء واحد من شوارع المنطقة وطريقة العمل الغير صحيحة والفساد اللي تخلل
هذا المشروع. الشوارع الرئيسية اللي ما شاء الله ما أعرف صار بيه، صار بيه صراع يومية شوية، كل شوية شلون واحد يفقد وبعدين يرجعون يعالجونه وبعد فترة يرجع النوب يرجع للحياة. احنا تبيطنا كذلك، تبيطنا بيه صراع يعني باوع. هذا نهاية شهر الشركة، اليوم 7/4 وما صار التبليط تقريبا أسبوع أو 10 أيام. هذا التبليط على الطين، تصور عم هذا الطين، اكو تبليط يجي على الطين باوع. شوف انت ملطخ شلون باوع. هذا واحد زين، هذا واحد تعالي جاي. هذا السايد اللي وقع الرصيف مالته انتوا استغلتوها فرصة، ايش قد اخذتوا من ايش قد الزرعة مال الشارع، ايش قد اخذتوا انتوا منها؟ هسه الرصيف لي جاي، هاي الباقية منها كلها اخذتوها ليش؟ الشارع اعرض من هذا المكان، اخذتوا لكم مترة من عنده ونص مترة ليش؟ على طول الشارع ايش قد تصير؟ هذا واحد تعالي جاي عم اصور. هذا التبليط هذا شنو هذا؟ شنو هاي عم مسوي نقرتونا تلعبون دعاول بيها؟ اي تلعبون دعاول قولوا لي. ما شاء الله زين خوش نقرت كبير هذا. يعني هذا استوى بلطه. التبليط مالتك شوف شلونه. لما الناس تقول ذول يريد ينشرون، يريد يصورون، يريد يحجون. لا هذا واقع حال. إذا كل شريف. وإذاك قانون يحاسبكم، وإذاك مساءلة على هاي المشاريع شبه وهمية. باوع تعال. باوع باوع باوع. 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 شوف الطين. هذا بلي بلي. باوع. انا مو مهندس بلديه او عندي معرفه، بس اللي اعرفه انه الشارع ينقشط، يندب سبيس، يندب فوقها جير سائل، وراها جير وحصو، وتجي حادله تدوسها مره ومرتين وثلاثه يصير شارع. بس انا عندي سؤال طلعت فلكه بالموضوع، انتوا شفتوا الفلكه لو لا؟ شفتوا الفلكه اللي كان طالعه وراها لو لا؟ هي اكو عمود او اكو شيء بنص هالفلكه ما اعرف شنو، ما قدرت استفهم هذا الموضوع شنو اللي بنص الفلكه. بس اللي داير مداير الفلكه لا اكو شاخصه، لا اكو رصيف، لا اكو سياج، لا ما اعرف شنو. يعني اذا اجى واحد بالليل والكهرباء مطفيه وما انتبه على قول تنقر بالعمود. الناس لما شافوا هذه الفيديوهات والمشاريع الخدميه العملاقه علقت على هذا الموضوع. من الفيسبوك النجف يقول هذا شغل حكومة انفاس الزهراء، وفضل زيارة 40 براء منكم أهل البيت عليهم السلام. الفتلاوي فاشل منذ اللحظة الأولى، الكميات المخلوطة تفقد بعض عناصرها مثل الإسمنت الأبيض، الثنر والإسفلت الجيد، زيادة في كمية الرمل غير داخل مختبرات. كريم هاني أدري المحافظ والمهندس المقيم نايمين، ماكو متابعة، مو حرام هاي فلوس الشعب، الله لا يوفقكم. وأبو حيدر كرار يقول الله يطيح حظ هيج تبليط فاشل، هاي لو ماكو ناس شرفاء تصور كان جرمو بالبلد. فمشاهدينا الكرام هاي التعليقات حول هاي القضية والمشاريع الخدمية العملاقة الفاشلة من قبل الحكومات اللي حكمت البلد من 2003 لحد هاي اللحظة. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم وياك أبو عمر التشري من الناصرية، رمضان كريم علينا وعليك يا عمي يا أفل. الله أكرم أخوي العزيز وينعاد عليك بالصحة والعافية، تفضل أبو عمر. طبعا عادل عبد المهدي اطعدت. نعم. وجه السوداني اطى شعرية، شو يصير؟ يصير شوربة. نعم. بس أرد أسأل السوداني، عيب عليك، عيب عليكم، مرة عيب عليكم والله العظيم، يعني داوت الشعب عيب عليكم. يعني أرد أسأل السؤال، تطي من جيبك أنت، يعني تطور رواتب من نجومكم لو حصص النفط هاي مال الشعب تطيها المسكين هذا زين. أم استحوا شوية، استحوا استحوا، أنتوا أصلا أنتوا مو شرف. عزيزكم بيت من الشعر اللي ساوم على بلاده، تعرفوا له شنو يساوم على بلاده؟ لا عنده لا شرف ولا ضمير. واستمعوني كلكم البرلمانيين، كلكم استمعوني انتم زين. والله العظيم دمرت الشعب دمار زين، وتكذبون على الشعب ومشاريع متلفكه. خلي اسمع الشعب، الشعب عم يثوروا عليهم، ترى والله العظيم قلوبنا مرمى عليهم احنا، والله العظيم قسم العظمة، ولا ما تقومون غير والله ما يقوم على وطنه، والما يقوم على وطنه احتراماتي لكم من الخيري، والله ما عنده ضمير ولا عنده شرف. نعم. على ما تسوي ثورة على دولة الفاسدين، ترى هاي ما يصير عم الحكي. نعم. احنا مو يوم العيد نسخن وياكم يا لولا، طبعك على العالم انت جاي ولا حقك يسلش
والله قال مطيهم نشا ومطيهم شعريه. انت ما تستحي ما تخجل ولا حلبوس اللي تهجر انت، ولكن انت ما تستحي حلبوس وقفوا ترى جاهل انت ولك انت وشنو السياسه وانت شنو على ابوكم لا حتى البرلمان شق واحد من البرلمان مو شنيف. وانا من الناس يا تشرين ابو عمر اكبر وصفهم وراس البرلمان يا سلسل يا سملة. نعم شكرا شكرا لك ابو عمر. عندنا اتصال ابو فارس من صلاح الدين، حياك الله يا ابو فارس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. رمضان مبارك. يبارك بعمرك، ينادي عليك بالصحه والعافيه. امين اجمعين. استاذ الكريم انا عندي كم نقطه اريد اوصلها من قناتكم بس اريد تسمعوني ومشاهدين يسمعوني. نعم. اول شيء اخي العزيز العراق، العراق بدل ما هالخريجين والخريجات كل السنين تروح على الدراسه تصرف فلوس وكل هذا ماكو تعيين، صح لو لا؟ ماكو تعيين. زين. بعد واحد عايش باوروبا ياخذ راتب سجناء سياسي اكثر من 20 مليون 30 مليون، هذا من اللي يروح له؟ مو من فلوس العراق وناس العراق؟ مو من حق الفقراء يروح له؟ زين. هاي اول شيء. ثاني نقطه، الواحد يجي من ايران، من ايران يستلم يداوم بالحشد بالعراق ويستلم راتب رعايه، والعراقي والعراقي ما له حصه، ليش يابا؟ احنا وين عايشين؟ هاي ثاني شيء. ثالث شيء الشعب ما ادري نايم، ما ادري يغشم روحه، الشعب ما ادري ايش بيه. انا احكي لك الواقع وكل المشاهدين يسمعوني. يابا من قناتكم راح اقول للمشاهدين وراح اقول للشعب، يابا اصحوا من النوم، العراق تقسم ولايه شيعيه ولايه سنيه ولايه الاكراد. هاي الواقع هم طبقوها على قرار الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن. قبل كان يصير رئيس كان هو بالوزاره احد الوزارات قرر واستفسر هذا الكلام للعراقيين، العراق لازم كان نائب الرئيس الامريكي اللي باراك اوباما. نعم اي استفسر هذا الشيء، العراق لازم يصير ثلاث ولايات، ولايه شيعيه ولايه سنيه ولايه الاكراد. الاكراد ما شاء الله عايشين خير ونعمه من الله، ولايه الشيعيه ما لهم نفسهم الايران، والرايع بها منهم الولايه السنيه. الولايات السنية بما يناشد محمد حلبوسي، محمد حلبوسي ما عنده شغل. زين زين أبو فارس بس لحظة يعني أنت من تقول تقسمت إلى ثلاث ولايات واللي واقعة بها هي الولاية السنية، طبعا إحنا ما نريد نحكي بهذا التقسيم لأنه إحنا ما نريده والشعب رفضه، بس أنا راح أحكي إياك باللي أنت حكيته. ليش هي محافظات الجنوب بها شيء سالم، بها خدمات، مي، شرب، مزارع، رواتب، ترى هم حالهم نفس حالك. انا اريد اخدمك اقول لك فتحة شيء اخي العزيز، اذا فريسه وقع بنص الذئاب ايش راح يصير له؟ نعم هو شعب العراقي صاير فريسه بين الذئاب، هذول صعدوا عدى البابات الامريكان وطبوا للعراق وكلهم كانوا قاتلين بايران، هسه قاعد يحكمون العراق، شو تريد تحصل من عندهم؟ غير بركه، غير الشر والنفق ما تحصل من عندهم شيء. تمام شكرا لك يا ابو فارس. اعتصموا موظفين الشركه العامه لصناعه السيارات والمعدات في محافظه بابل بناحيه الاسكندريه بسبب عدم الاستجابه الى مطالبهم اللي هي توفير مخصصاتهم الماليه ودفع الحوافز على الرغم من قله رواتبهم بظل الظروف الصعبه اللي يعيشوها. هذا الشيء اللي ادى الى الاعتصام وغلق موقع العمل، وهذا هو الاعتصام. طلعوا الموظفين ويطالبون بحقوقهم، ابسط حقوق بالمعمل ماكو، يعني احنا تحولنا من عقود الى موظفين، تعرف نزلت الرواتب كلها، يعني 350 واحد كلهم يكون شهاده ابتدائيه ويقرا ويكتب، نزلت رواتبهم. اي شيء بالشركه يفقدوه، لا مخصصات مهنيه، لا خطوره، لا نقل، يعني بعض الاخوان رايحين رادين بالخطوط هم واقفين وقفة، يروحون ويرجعون واقفين، خطوط ماكو، يعني أبسط مقومات الموظف، يعني هذا البنغلاديش بالشارع ياخذ أكثر من عندنا. إحنا نطالب مخصصات مهنية، نطالب بخطورة، نطالب بحوافز. إحنا بالتوسعات، أنا موظف، هذا المعمل الوحيد هو اللي بالشركة ينتج وده يطلع راتب الشركة، لا يميزونه لا بمكافأة لا بخطورة، يعني كل ما تقول لهم وقال لك على الموازنة، يعني شلون؟ وهاي العقود
هسه عينوهم كان ياخذ 450، هسه قام ياخذ 200. يعني انا استلم، انا استلم، انا اشتغل يوميا 15 سياره، يوميا ابو عداله، هاي عداله؟ اذا عداله كذبوني كذبوني. وين العداله؟ وين العداله؟ ليس المصنع، احنا لا خدمات، لا زين. احنا شنو؟ احنا شنو؟ احنا بشر لو شنو؟ لاني ما طابين استاذ، انا حكيت انت انا وياك لاني ما طابين، احنا ما طابين. توصل بي الفكره، لا توصل بي الفكره. هذا حال الناس هناك بسبب اهمال الخريج، وخصوصا الخريج القديم، وعدم اعطاء حقه بالتعيينات والمطالب الشعبيه اللي تزيد يوم ورا يوم. على هاي القضيه اللي الحكومات اللي جت الحكم هذا البلد ما لها اي علاقه بهم، والخريجين دا يشوفون واقع حالهم المزري، فبعدهم على حالهم بين تظاهر واعتصام ومطالب واستنكار ومناشدات. وعلى منصه تويتر اوجد خريجي العراق القدامى هاشتاج او وسم اللي هو الخريج القديم أحق بالتضمين، للمطالبة بتضمين أسمائهم بالموازنة والتعيينات الجاية. وتصدر ترند العراق، مختارين لكم بعض التغريدات. نبراس خز علي يقول: الخريجون القدامى مهمشون ومعطلون منذ سنين بسبب الأخطاء الإدارية ودعوى عجز الميزانية، وآن الأوان لأن يلتفت إليهم من خلال تضمينهم في موازنة عام 2023. حسام خالد: كيف تقنع الأجيال القادمة بأهمية التعليم وأمامهم الآلاف من الخريجين القدامى مهمشين وحقوقهم مسلوبة وشهاداتهم معلقة على الجدران، أكل عليها الدهر وشرب. وعباس العراقي: أنا متضامن مع إدراج الخريجين القدامى ضمن الموازنة لأنهم شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع. وأسامة: أن هذه الشريحة المظلومة حقوقهم لهي في أعناقكم، فهم يعيلون عوائل فيها نساء وأطفال وكبار وصغار، فانظروا إليهم بعين الرحمة. وكانت هذه التغريدات مشاهدينا الكرام على هاشتاغ الخريج القديم أحق بالتضمين. وهذا كل ما هو موجود في جعبة حلقتنا لهذا المساء مشاهدينا الكرام. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، وصلتنا رسالة شخص يقول بالنسبة لموضوع جرف الصخر: ليش احنا مو عندنا شرطة وعندنا قادة مال الجيش وعندنا نواب؟ بس اريد اعرف شنو الفائدة منهم اذا يقدرون يرجعون عوائل مهجرة من قبل احذية ايران. بس اريد نعرف انتو شنو غير منكم، انتو ما عندكم احساس وتعرفون كل شيء ما تقدرون تسوين. ورسالة اخرى: اشد على اياديكم الوطنية بقوة، واحييكم واشكر مجهودكم الدائم القيم في كل خدمة حركة حقوق الانسان والكلمة الحرة في عراقنا المنهوب. كل الود والتقدير الى قناة الرافدين. مشاهدينا الكرام، ختام حلقتنا لهذا المساء، نلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله بنفس الموعد. في أمان الله.